الذي شاهد الأنبار بعد تحريرها يصعب المنال من إعمارها نتيجة ما دمرته خفافيش الظلام للبنى التحتية. تضافر الجهود ما بين المواطن والحكومة المحلية جعلها تتقدم في الإعمار. رجال الأعمال في الأنبار أكدوا توفير الخطة اللازمة والبيئة الآمنة لاستثمار مجمعات سكنية كبيرة، فضلا عن تسهيل الإجراءات التي تخدم الصالح العام في الأقضية كافة. الوقت الحالي خطة إعمار حلوة موجودة بالمحافظة، أمان موجود، المستثمر هم صارت عنده رغبة بعد أكثر أنه يشتغل بالمحافظة ويستثمر، فمجرد أنه شوية يصير تسهيلات ومساعدة للمستثمر حتى يقدر يكمل مشروعه، يكمل مجمع السكني ماله. مواطنون أكدوا استعدادهم للتعاون المستمر مع الحكومة المحلية لحملة الإعمار التي شهدتها، ومنها شارع بغداد بين الرمادي وبغداد. بدأت الروح التآلف والحب والمحبة بيناتهم وحبهم إلى هذه المحافظة، بدأت الإعمار من جديد، والحمد لله اليوم مدينة الرمادي تزدهر. يا ريت الشركات الأجنبية تيجي تستثمر، لأن ما شاء الله الوضع زين، وما شاء الله حملة إعمار بالرمادي كلش قوية، محافظة الأنبار بصورة عامة، ويا ريت الشركات تيجي تستثمر، وعندنا ما شاء الله أراضي وعندنا كل شيء موجود بالمحافظة، ويا ريت المحافظات تمشي مثل ما مشت محافظة الأنبار. حسب مراقبين أن حملة الإعمار التي شهدتها الرمادي تحتاج إليها الأقضية الأخرى لتكتمل صفحة أعمار المحافظة وطي صفحة الدمار. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.